بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنبتدي الحديث إن شاء الله بإذن الله في السيريز دي اللي هتكون تحت العنوان Visibility Classes. طيب الفيزابيليتي كلاسز كده يا جماعة من اسمها كلاسز خاصة بالفيزابيليتي. إيه القصة؟ يا شباب ديت عبارة عن كلاسات بتسمح لك في إنك تتحكم في ظهور أو عدم ظهور العناصر جوا الصفحة بتاعتك بناء على شروط أو تقدر تقول أمور مختلفة، منها مثلا السكرين سايز ومنها الديفايس اورينتيشن، يعني مربوطة شوية بالميديا كويري. طيب في حلقة النهاردة يا جماعة راح نتكلم عن نقطة واحدة بس، هي شو باي سكرين، سكرين سايز طبعا. في النقطة ديت هنستخدم كلاس، الكلاس اللي احنا راح نستخدمه اسمه شو. الكلاس ده هنحدد ب إمكانية رؤية باراجراف، يعني مجموعة من النصوص الرسم ب بناء على الجهاز اللي راح يستعرض الموقع. متفقين؟ يعني لو كان الجهاز حقق شرط معين هتطلع لي نتيجة معينة، لو حقق شرط تاني هتطلع لي نتيجة تانية وهكذا يعني. تمام؟ الكلاس اسمه شو. رايت خلونا نكتب ب ادي واسم باراجراف، وده يا جماعة هنقول في مثلا دايت سمول ديفايسز اند لارجر. لو انا من غير كلاسز خالص، تمام، انا مش مدي اي كلاس خالص وكتبت الباراجراف ده يا جماعه، الباراجراف ده المفروض ان هو يتعرض على كل الديفايسز من وانت صغير الى ما شاء الله، كل الديفايسز راح يتعرض معاك. اوكي جميل. لكن لو انا عملت دوبليكيت ورحت حطيت كلاس، الكلاس يا جماعه ديت عبارة عن show dash for dash medium. الكلاس show for medium يبقى من اسمه كده ده مسؤول عن ان هو يظهر لي السطر ده لما يكون السكرين سايز medium فما فوق. يبقى انا المفروض يعني ما تبقاش small device and larger، تبقى medium device and larger. تمام؟ ولان الفاونديشن موبايل فيرست فاول حاجه هيدور عليها دي، ده small هيروح منفذهولك. في الميديم بقى راح يظهر لك ده، فاهمني؟ طيب لو انا عملت كنترول اس نشوف كده، ادي ريفريش، هنا ظاهر لي الميديم لاني انا اعلى من الميديم، لكن لو انا قليت عن الميديم هيتشال اهو. شايفين يا جماعه انا كده دخلت على الرينج بتاع السمول ديفايس، ففي السمول ديفايس هو شايف ان الشرط شو فور ميديم، وانا دلوقتي مش ميديم انا سمول، عشان كده الشرط ما اتنفذش. لكن لو انا كبرت شويه علشان اوصل لاول رينج الميديم هلاقي ظهر معايا. اوكي جميل. لو انا عملت كنترول دي وقلت شو فور لارج يا شباب، فده هيكون مسؤول عن ان هو يظهر السطر ده، هيظهر لما الشرط يتحقق، لما انا اكون في اللارج، وانا كده في الميديم فالشرط مش متحقق، انا في السمول مش متحقق، فاهمني؟ السمول بس هيظهر لي ده لانه انا مش كاتب شرط فيه، في الميديم هيظهر لي الثاني. اوكي لما اوصل لللارج يا جماعه يبتدي السطر ده يظهر معايا. ديت اول كلاس راح نستهدفه. يا رب يكون معلومه بسيطه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.